انطلقت فعاليات الدورة الـ 12 من معرض فيصل الرمضاني للكتاب، واللي بيشمل العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والورش الخاصة بالطفل، طبعا بجانب فعاليات وإصدارات خاصة بذوي الهمة. نتعرف على تفاصيل أكتر معانا على التليفون الأستاذ مروان حماد، مدير عام المشروعات الثقافية والأنشطة بالهيئة العامة للكتاب. أهلا وسهلا بحضرتك وصباح الخير عليك. صباح الخير يا فندم، كل سنة وحضراتكم طيبين ومصر كلها بخير. كل سنة حضرتك بصحة وخير. فكرة المعرض وكون انه مستمر للدورة الـ 12 بيكتسب بقى خصوصية من انه كان يعني من يمكن ايام قليلة معرض الكتاب، معرض القاهرة الدولي للكتاب لسه منتهي، ففي ناس كتير كان في اقبال كبير عليه. معرض فيصل السنة دي مختلف في ايه؟ والله يا فندم، هو معرض فيصل بقعة من البقاع التي تطلقها وزارة الثقافة بقطاعاتها خدمة للجمهور المصري، ومعرض فيصل هو شكل من أشكال العدالة الثقافية التي تقدم لمناطق كثيرة تحتاج إلى إبراز الثقافة والمشاركة فيها في ليالي رمضان. حضرتك تفضلتي وقلتي أن معرض القاهرة الدولي للكتاب كان منذ أسابيع، واحنا مستمدين دائما المعارض التي تطلق داخل العام او تنظم في اشهر العام من معرض القاهره. فشعار معرض القاهره السنه دي كان نصنع المعرفه نصون الكلمه. هذا الشعار ينتقل بالتبعيه من تظاهره ثقافيه الى اخرى. تجاوب الجمهور المصري والقارئ المصري والأسر المصرية مع ما تنظمه قطاعات وزارة الثقافة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، غيرها من القطاعات المتعاونة، بيجعل الناس تقبل على الحدث وكأنه حدثها الذي تنتظره من عام إلى الآخر. فزي ما معرض القاهرة بقى محطة في أجندة الأسرة المصرية، معرض فيصل وغيره من التظاهرات الثقافية التي تقام في شهر رمضان في كل البقاع أصبح ينتظر الجمهور أيضا. فهو حدث زي ما حضرتك يعني بنرى مثلا في السيدة زينب في الصعيد في غيرها من البقاع، ما يقام من أعمال ثقافية، فكذلك معرض فيصل أصبح له أهل وله كيان وله وجود. طيب إيه أبرز الفعاليات يا فندم الثقافية والفنية، وكمان لو حضرتك تكلمنا عن دور النشر الموجود؟ طبعا يا فندم، فكرة البرنامج الثقافي الذي يقدم الهيئة المصرية العامة للكتاب بتصنع برنامج يهم كل الأسرة، بحيث أنه بيدخل الأب والأم والطفل، فبيجد الطفل له ركن في كل تقريبا القطاعات المعنية من وزارة الثقافة التي تعمل في نشاط الطفل، سواء كان ورش فنية أو حكي أو صناعات يدوية يستطيع الطفل أن يقوم بها، كذلك تقديم المعلومة والمعرفة، كذلك في وزارات بتشارك في إقامة الأنشطة مع في داخل البرنامج اللي بننظمه، زي مثلا وزارة البيئة بتشارك في ورش الطفل، وزارة الأوقاف بتشارك طبعا معانا، ده العام الثالث على التوالي، بتقديم الوجبة الدينية التي تهم الأسرة بشكل حواري بشكل جيد بشكل راقي، في حوار مفتوح وبيبقى في تجاوب من الناس على اختلاف ثقافتها أو تعليمها. بالنسبة للندوات الثقافية والشعر كذلك بيشارك المثقفين المصريين والمؤلفين في تقديم هذه المعرفة وهذه المجالات الأدبية للناس. هي وجبة يستمتع بها الداخل إلى معرض فيصل، بحيث أنه ما يبقاش بعيد عن ما يراه في معرض القاهرة الدولي للكتاب أو في المعارض الأخرى. عظيم. دور الناشر طبعا على رأس المشاركين قطاعات وزارة الثقافة التي هي معنية بالنشر، هيئة أصول الثقافة، المركز القومي للترجمة وغيرها. دور النشر الخاصة اللي اعتادت ان هي تبقى موجودة في الحدث، ف
فتدخل حضرتك الى المعرض تجد فيه شكل متكامل. الهيئه المصريه العامه للكتاب طبعا حضرتك عارف ان مطبعاتها بتجد اهتمام من الاسره المصريه في مشروعاتها، ففي تجاوب وفي حركه جيده داخل المعرض. عظيم جدا يا فندم. طيب هل في وقت محدد للمعرض كل سنه بحيث انه الناس ترتبط بيه وتعرف ميعاده ويكون ثابت كل سنه؟ هو طبعا يعني بيهمنا يكون ده موجود، انه يبقى في موعد محدد، لكن طبعا للظروف ربما يتاخر قليلا زي مثل هذا العام، هو تاخر قليلا بعض ايام عن اقامته، لكن هو اصبح الناس نفسها عارفه ان لهم حدث بيحدث في هذا المكان. عظيم. وبيسالوا عنه. يمكن حضرتك تتصور انه مثلا من 12 سنه واكثر كان بدايه التفكير في اقامه هذا المعرض، فبقى في اطفال عمرهم الان مثلا اتربوا في المعرض ده. شكرا جزيلا لحضرتك الاستاذ مروان حماد مدير عام المشروعات الثقافيه والانشطه بالهيئه العامه للكتاب، الف شكر لحضرتك.